خلينا نبلش بسؤال 2 صفحة 116. اقترح اسما لكل زاوية في كل مما يأتي، ثم جد قياسها مستخدما المنقلة. في عندي 5 أشكال، بدنا نقيسهم باستخدام المنقلة. بعد ما نقيسهم نشوف شو نوع الزاوية لكل شكل. خلينا نشوف شكل رقم 1. رح نلاحظ انه انا ما انطبقت. رح نلاحظ الزاوية رقم 1 هي محصورة بين 0, 10, 20, 30, 40, 50، محصورة بين 40 و 50، فبالتالي قياسها 45 درجة. نسأل حالنا شو نوع الزاوية؟ زاوية حادة، لأنه هي أقل من 90، فهاي نوعها زاوية حادة. خلينا نروح على الشكل الثاني، نقيسها. لاحظ هي مركز اللي هون طبقتها. نلاحظ انه عندي 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110، هي محصورة بين 110 و 120، بس نلاحظ انه هلأ 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17، فقياسها هاي الزاوية 117. فهي أكبر من 90، فمنسميها زاوية منفرجة. خلينا نشوف الشكل الثالث. الشكل الثالث شوي يعني غريب، فخلينا أقيسه. لو عملت هيك ما رح أستفيد إشي، لأنه هي رأس الزاوية حطيته ما استفدت إشي. أنا بدي هذا الضلع أقيسه. لو بدي أعمل هيك كمان ما رح أستفيد إشي. فالطريقة الثالثة اللي هي هيك، وهي الطريقة هاي، لاحظوا هي مش 90، هي 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80، وفوق 80, 81, 82 ل 86. 86 نوعها زاوية حادة. الشكل الرابع رح نحل هيك، رح نحلها هيك. هي رأس الزاوية وهي هون، فهي عند 51، بس فوق 151, 152, 153, 154، فرح تكون زاوية منفرجة لأنها أكبر من 90. آخر شكل اللي هو رح نلاحظ إنه دائما 180 بأي جميع الحالات، فرح يكون زاوية بس تكون 180، هي بنسميها زاوية مستقيمة. خلينا نحل سؤال 3 صفحة 116. جد قياس الزاوية ألف با جيم في كل من المثلثات الآتية باستخدام المنقلة. منلاحظ إنه الباء هو رأس الزاوية. نروح على المثلث الأول، منقيسه. منلاحظ إنه قياسه 90 درجة، إذن هون قياسه 90 درجة. نروح على الشكل الثاني، في هاي الحالة ما زبطت ولا هيك، ما زبطت. بالتالي بنعمل هيك، فقياس الزاوية أيضا 90 درجة. هون 90 درجة. الشكل الثالث نشوف، إذن كمان 90 درجة. 90 درجة. إذن ما نوع الزاوية ألف با جيم؟ بما إنهم كلهم 90 درجة، شو هي الزاوية التي قياسها 90؟ إذن زاوية قائمة. ماذا تستنتج من المثلثات السابقة؟ نستنتج إنه هذا المثلث إذا كانت إحدى ضلعي 90 فمنسميه مثلث
مثلث قائم الزاوية. إذن جميع المثلثات قائمة الزاوية. مثال رقم 4، جد قياس زاويتين 1 و 2 في كل مما يأتي باستخدام المنقلة، ثم جد مجموع قياسهما. أول إشي قياس هون، أول وحدة تطلع 25 درجة. قياس الزاوية الثانية، خلينا نشوف، راح تطلع 45 درجة. فبالتالي بنقيس 25 زائد 45، أنا بدي أجمعهم زاويتين تطلع عندي 70 درجة. نروح على الشكل الثاني، عندي قياس الزاوية الأولى، يلا نعيد، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية، مية وعشرة، مية وعشرين، مية وثلاثين، مية وأربعين، وهي بالنص بين 140 ومية وخمسين، إذن هي قياسها 145 درجة. الزاوية الثانية نلاحظ إنه هيك ما زبطت، إذن هاي الهاي، إذن الثانية هيك كمان ما رح تزبط، ولا هيك. قياس الزاوية الثانية هي هيك زبطت، قياس الزاوية الثانية 35، نلاحظ إنه هي بين 30 و40، 35 درجة. نحكي 145 درجة زائد 35 درجة راح يساوي 180 درجة. آخر شكل، شوف الشكل اللي هاد هيك ما راح يزبط، إذن الشكل الثاني قياسها 120، يلا 0 10 أو خارجي بدنا نعملها 0 10 20، لا إذن قياسها 120، بطلع وقياس ثانية لاحظ هيك ما زبطت، هيك كمان ما رح تزبط. إذن نروح نعمل جميع الاتجاهات عشان نشوف هل بتزبط أو لا. إذن هيك هي زبطت، فبالتالي الزاوية الثانية 150، هيها 150. يلا عدوا من 0 ل 150، إذن هون 150، إذن نحكي 120 زائد 150، قديش مجموع قياسهم؟ 270. أيها الطلاب، لديكم حل واجب جميع الأسئلة صفحة 118. يعطيكم ألف عافية. أيها الأبطال، لديكم حل جميع الأسئلة صفحة 118.